الشكري يؤكد لنظيرته الألمانية الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من قطاع غزة. رئيس الإكوادور يعلن أن بلاده في حال نزاع داخلي مسلح ويوجه بتحييد مجموعات ضالعة بتجارة المخدرات. عاصفة شتوية قوية تضرب الولايات المتحدة وتحذيرات من أعاصير في بعض المناطق. السادسة صباحا والرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، بدايتها مع الزميلة آلاء شتا. أهلا بك يا آلاء. أهلا سارة، شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية مع الدعم المصري لقطاع غزة. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. أكد وزير الخارجية سامح شكري مجدداً على الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، شدد شكري على ضرورة وقف إطلاق نار فوري في غزة. نؤكد على الرفض التام للإجراءات المتخذة للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة لإجباره على التهجير، وأيضا نرى أنه ضرورة وقف إطلاق النار أصبح شيء حتمي للتعامل مع هذه الأزمة، سواء من حيث إطارها السياسي، موضوع الرهائن، موضوع الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، موضوع الأمن للجميع وتحقيق الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وانتهاء الاحتلال، كلها هي المكونات الرئيسية التي تخرجنا من دوائر العنف المتواصلة التي يعيشها المنطقة. ومن جانبها أشادت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بدور مصر المحوري تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيدة بدور مصر في معالجة المصابين وإدخال المساعدات لقطاع غزة. يجمعنا القلق حول المنطقة، هذا ما أكدت عليه زميلي العزيز سامح، أن يمكن يتحول هذا الصراع في المنطقة إلى صراع أكبر، حيث تتسع رقعة هذا الصراع. لا نريد أن يحدث ذلك. وفي نفس الوقت نحن نتفق أيضا على أننا يجب أن نضع حد للمعاناة الإنسانية. العديد من الأبرياء في غزة يعانون، وتقوم مصر بالتحديد بدور جيد جدا وبمساع حميدة، وهذا الدور هو دور محوري. وفي هذا السياق أود أن أعرب لكم عن شكري الجزيل على هذا الدور المحوري. كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية رفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، موضحة أنه يجب الحفاظ على حقوقهم بأرضهم. بالأمس في الضفة الغربية وزرت قرية فلسطينية حيث يعيش في هذه القرية الفلسطينيين منذ أجيال طويلة، ولكنهم يتعرضون إلى الطرد وإلى التهجير من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة للفلسطينيين، لأن هذا يحيي ذكرى مؤلمة في أذهان الفلسطينيين، ذكرى التهجير. ولذلك يجب أن نتفهم أن التصريحات التي تأتي من الجهة الإسرائيلية أو من المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين كيف تؤثر على الفلسطينيين. أقولها بوضوح، لن نقبل التهجير، لن نقبله في الضفة الغربية، لن نقبله في غزة. يجب أن نؤكد على أن الفلسطينيين لهم أرضهم في غزة، ويجب ألا يكون هناك تدفقات من اللاجئين إلى مصر، لأن هذا يؤثر أيضا على المصالح الوطنية المصرية. يجب أن نعمل سويا نحن مصر وألمانيا سويا من أجل أن يكون هناك مستقبل أفضل للفلسطينيين. أؤكد على أن غزة والضفة الغربية هي تخص الفلسطينيين، لا يمكن أن يتم تهجير الفلسطينيين ولا يمكن أن يتم طردهم من الضفة الغربية. يواصل معبر رفح البري عمله في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الكبيرة منذ بداية التطورات في غزة، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. استشهد 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في قصف شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على عمارة سكنية غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 23 ألف شهيد، فضلا عن أكثر من 59 ألف مصاب. كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور بأن المجموعة العربية في الأمم المتحدة طلبت عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن يوم الجمعة المقبل بشأن الوضع الإنساني في غزة والتهجير القسري. وخلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في نيويورك، أكد مندوب فلسطين أن الوقت قد حان للاعتراف بفلسطين لتكون عضوا كاملا بالأمم المتحدة. دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وخلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد مندوب فلسطين أن 87% من سكان القطاع نزحوا جراء العدوان، كما شدد على أن قوات الاحتلال تدمر كل شيء في القطاع حتى تصبح غزة غير قابلة للعيش. وكانت الجمعية العامة عقدت جلسة لبحث استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة ضد تعديل مشروع قرار بشأن الوضع في غزة. تفاقمت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إلى حد غير مسبوق، فيما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يقصف كل مناطق قطاع غزة بلا هوادة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي.
الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم إلى حد غير مسبوق، فلم يترك الاحتلال شبرا في القطاع بدون استهداف وقصف، حتى أصبحت المدينة أشبه بمدينة أشباح. وعلى الرغم من النداءات والتحذيرات الدولية بضرورة الوقف العاجل لإطلاق النار في القطاع المحاصر، إلا أن العدوان الإسرائيلي لا يزال يفتك بالمدنيين الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم أجمع، فمن نجا من القصف الجوي لحقته القوات البرية الإسرائيلية التي لم ترحم حتى الأطفال والعجائز والمرضى والمدنيين العزل منذ بداية العدوان. ما سمعنا إلا صوت الدبابات على الشارع، طلعنا نجري لقينا القوات الراجلة، رحنا اضطرينا ورا حيطة صار الجنود يطخطخوا على الحيطة، طلعنا معناش ولا أي حاجة، صارت الدبابة تخلع قذائف من فوق راسنا وصار الطخ من فوق راسنا يجي. وفي الأثناء حذرت منظمة الصحة العالمية من كارثة طبية في غزة وتوقف عمل مستشفيات القطاع، مؤكدة أن التدفق المحدود للإمدادات الطبية وإجلاء الطواقم الطبية من العديد من المستشفيات سيشكل كارثة في قطاع غزة وسيؤدي إلى توقف المستشفيات بالقطاع، داعية المجتمع الدولي إلى عدم السماح بذلك. وبالتزامن مع قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، تكافح الأطقم الطبية للوصول إلى الجرحى وإجلائهم، فيما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال دمر أكثر من 65 ألف مبنى في غزة بشكل كامل، كما نسف أحياء بكاملها، وهو ما جعل سكان القطاع يتضورون جوعا وعطشا بحثا عن قوت يومهم. والله احنا كفلسطينيين صحيح يعني الحرب عملت فينا يعني اشي احنا في حياتنا ما شفناه، اقول لك كشفت الناس كلها على بعض، الناس صارت على الاسفلت في المدارس، ما فيش دور تنسكن اصلا، ما فيش، الناس ماشي صارت تخبط في بعض، الناس صارت تجري تشوف قنية مية تجري وراها، تشوف كيس طحين تجري وراها، ظرف خضرة تكاتل عليه على الدور. وبعد أكثر من 3 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، تبقى جدران المباني الصامدة على مدار سنوات شهد على عدوان وحشي غير مسبوق نفذته قوات الاحتلال بهدف الإبادة الجماعية لسكان القطاع المحاصر. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حاجة غزة إلى مزيد من الغذاء والمياه والأدوية، وشدد بلينكين على أن واشنطن ترفض أي مقترحات تتبنى فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى أنه يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسنح الظروف. أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن قلقه من أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ربما اتخذت إجراءات في غزة قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي. أقر وزير الخارجية البريطاني بأن أمورا تتعلق بالتطورات في غزة تثير القلق العميق على حسب وصفه، موضحا أنه ليس من وظيفته إصدار حكم قانوني. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا أن قطاع غزة يتحول إلى مكان غير صالح للحياة بعد أكثر من 3 أشهر من حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وأضافت الأنروا أن 1,900,000 نازح في مختلف مناطق قطاع غزة، منهم نحو 1,400,000 يتواجدون في 155 مدرسة ومركز إيواء تابعة لها.
أكد وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم أهمية الدور الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل، وشدد على أن لبنان يتمسك بهذه القوة ويعتبر أن دورها أساسي لعودة الهدوء والاستقرار بالتعاون القائم مع الجيش اللبناني والمستمر في المجالات كافة. وخلال استقباله وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا، شدد وزير الدفاع اللبناني التزام بلاده بكل قرارات الشرعية الدولية، خصوصا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مطالبا بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى وضع برنامج عمل محدد لقوات التحالف الدولي في العراق، وذلك لدعم تدريب القوات الأمنية وتقديم الاستشارات. وجدد الرئيس العراقي خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي الدعوة إلى أن وضع قوات التحالف الدولي في العراق يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في مجالات التدريب وتقديم الاستشارات، وأهمية وضع برنامج عمل محدد لها. أعلنت القوات المسلحة السودانية تدمير مواقع تابعة لميليشيا الدعم السريع وإحراز تقدم في عدة محاور بأم درمان. ذكرت القوات المسلحة السودانية أن قوات العمل الخاص في مناطق مختلفة بأم درمان القديمة تمكنت من تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتسلمت مركبات عسكرية وأسلحة وذخائر وأموالاً. حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خطر الفوضى في الولايات المتحدة إذا استمرت الملاحقات القضائية بحقه، وبعد مثوله أمام محكمة الاستئناف في واشنطن للدفع بوجوب منحه حسنة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أعلن ترامب العمل على محاكمة رئيس الحالي جو بايدن حال فوزه في انتخابات الرئاسة. عبر ساحات القضاء تستمر محاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمواصلة مسيرته نحو محاولة العودة إلى البيت الأبيض مجددا والتغلب على العقبات القانونية التي تسعى لإنهاء تلك المسيرة مبكرا. الرئيس الأمريكي السابق مثل مجددا أمام محكمة الاستئناف في واشنطن للدفع بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ودفع محامي ترامب بأنه كان يتصرف في واجبه الرسمي كرئيس عندما طعن في نتائج انتخابات عام 2020، وبالتالي حمايته من الملاحقة الجنائية، وهو ادعاء أثار شكوك هيئة من 3 قضاة. ويبذل المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر 2024، يبذل كل ما في وسعه لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن وربما إلى ما بعد الاقتراع. وجاءت الجلسة في ذروة الحملة الانتخابية قبل أقل من أسبوع من انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الاثنين في أيوا. وفي تصريحات له عقب الجلسة حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خطر الفوضى في الولايات المتحدة إذا استمرت الملاحقات القضائية بحقه،
في الوقت نفسه كشف ترامب بأنه سيعمل على محاكمة الرئيس الحالي جو بايدن حال فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية. أعلن المستشفى الذي يعالج به وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه يعاني من سرطان البروستاتا. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزير الدفاع سيعود لممارسة اختصاصاته الجمعة المقبلة مع وجود إشراف طبي. كما أقر البنتاغون أنه هناك تأخير في الإعلان عن الحالة الصحية لوزير الدفاع، مشيرة إلى أنها تعمل على تلافي ذلك في المرات المقبلة. أعلن رئيس الإكوادور دانييل نوبوا أن بلاده في حال نزاع داخلي مسلح، موجها بتحييد مجموعات إجرامية ضالعة في تجارة المخدرات بحسب مرسوم. وأمر المرسوم الرئاسي بتعبئة وتدخل القوات المسلحة والشرطة لضمان وحدة الأراضي الوطنية ضد الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية. يأتي الحادث بعد خطف ما لا يقل عن 7 من ضباط الشرطة وسلسلة من الانفجارات، وغدت إعلان حالة الطوارئ في الإكوادور على خلفية هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد من سجنه وحدوث أعمال شغب. نشرت العائلة المالكة الدنماركية جدولا مفصلا لمراسم تنازل الملكة مارغريت الثانية عن العرش وتتويج نجلها ولي العهد الأمير فريدريك ملكا جديدا للبلاد. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي. حدث مهم ينتظره الشعب الدنماركي حين تتنازل رسميا الملكة مارغريت الثانية عن العرش في 14 من يناير، وهو التاريخ الذي يتزامن مع الذكرى 52 لجلوسها على العرش. العائلة المالكة الدنماركية نشرت جدولا مفصلا لمراسم تنازل الملكة البالغة من العمر 83 عاما عن العرش وتتويج نجلها ولي العهد الأمير فريدريك ملكا جديدا للبلاد. المراسم الملكية ستبدأ بتوجه الملكة مارغريت الثانية برفقة نجلها ولي العهد الأمير فريدريك الذي سيصبح الملك الجديد للبلاد من قصر أملينبورغ المقر الملكي إلى قصر كريستيانسبورغ المبنى الحكومي في كوبنهاجن. ثم تستقل الملكة عربة تجرها الخيول، بينما سيستقل ولي العهد فريدريك سيارة مع قرينته ولية العهد الأميرة ماري ونجله الأكبر الأمير كريستيان ليصلوا قبل الملكة بدقيقتين. وضمن المراسم المنتظرة أيضا اجتماع الملكة مارغريت مع الحكومة للتوقيع رسميا على إعلان تنازلها عن العرش، ثم تعود مجددا إلى قصر أملينبورغ. ثم يصعد الملك الجديد فريدريك العاشر إلى شرفة قصر كريستيانسبورغ، وبعد ذلك ستعلن رئيسة الوزراء الدنماركية متى فريدريكسن رسميا تغيير العرش. ومن المقرر بعد ذلك أن يلقي فريدريك كلمة للشعب. استعدادات تجرى في أنحاء الدنمارك للتحضير لهذا اليوم، حيث سيتم أيضا إطلاق الأعيرة النارية في ميناء كوبنهاجن، بينما سيتم في الوقت نفسه إنزال العلم الملكي من مقر إقامة مارغريت ورفعه في مقر إقامة فريدريك. تسعى دولة جاهدة لزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين بالموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم. المزيد نتابعه في سياق العرض التالي مع حنان عاطف.
أهلا بكم. على نحو يسهم في الحد من التداعيات السلبية الخارجية بجانب تحقيق المستهدفات الاقتصادية، تواصل الدولة جهودها نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين من أجل تخفيف الأعباء عنهم والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وذلك ضمن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025. الموازنة الجديدة أعطت بشكل أساسي أولوية كبيرة لقطاعات الصحة والتعليم، مع الالتزام أيضا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، إضافة إلى التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية. وفي هذا السياق تحرص الدولة على استكمال تنفيذ مبادرة حياة كريمة، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين ممن يعيشون في الريف، لإرساء دعائم حياة كريمة تحقق تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة. مستهدفات الدولة بالعام المالي المقبل تتضمن أيضا الحد من الاحتياج للتمويل الخارجي وتحقيق نمو اقتصادي جيد مدفوع بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي في ظل البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التي تتبناها الدولة. وفي إطار جهود الدولة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، تتضمن الموازنة الجديدة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي من خلال السعي الجاد لتحسين بيئة الأعمال، ومن ثم الدفع بمعدلات الإنتاج والتصدير مع التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء على ضوء ما توفره الحكومة من محفزات لتوطين الهيدروجين الأخضر. أما عن تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية، تستمر الدولة في تعميق سياسات الانضباط المالي بهدف تسجيل فائض أولي لا يقل عن 2.5% من الناتج المحلي سنويا، فضلا عن وضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي على نحو يسهم في إيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول أبرز مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025. تضغط الحكومة البريطانية على مجالس الحكومات المحلية لاستخدام احتياطياتها المالية للمساعدة في تجنب الأزمة المالية التي بدأت تضرب حكومات المدن في بريطانيا. كما حث وزير الحكم المحلي في حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك السلطات المحلية على استخدام مخصصات الطوارئ لتغطية نفقات الخدمات اليومية، مشيرا إلى زيادة تلك المخصصات لدى الكثير من البلديات خلال فترة جائحة فيروس كورونا. رياضيا، وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في 13 يناير الجاري، ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية مع كل من موزمبيق، غانا والرأس الأخضر. وخاض المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأخير باستاد مصر بالمدينة الأوروبية بالعاصمة الإدارية قبل التوجه إلى كوت ديفوار. تنطلق النسخة 34 لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار السبت المقبل، ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في كأس أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق يوم الأحد المقبل، ثم يواجه غانا يوم 18 يناير الجاري، كما يختتم الدور الأول بمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم 22 يناير.
إلى أبيدجان تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، حيث تستضيف كوت ديفوار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي تستمر حتى يوم 11 من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً. النسخة 34 لكأس الأمم الإفريقية ستقام للمرة الثانية في كوت ديفوار، وذلك بعد أن استضافت المسابقة القارية لأول مرة عام 1984، فيما ستكون النسخة المقبلة هي الثالثة على التوالي التي تلعب بالنظام الجديد بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16. ويملك منتخب مصر الوطني الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون الذي حصد اللقب 5 مرات، ثم غانا التي أحرزت البطولة الإفريقية 4 مرات، تليها نيجيريا صاحبة الثلاثة ألقاب. وحققت 3 منتخبات اللقب الإفريقي مرتين هي الجزائر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، فيما نجحت 8 منتخبات في حصد كأس الأمم الإفريقية مرة وحيدة وهي تونس والمغرب والسودان والسنغال وإثيوبيا وزامبيا وجنوب إفريقيا والكونغو برازافيل. ويأمل المنتخب الوطني في إعادة أمجاده الإفريقية مرة أخرى والعودة لمنصات التتويج بعد غياب طويل، حيث يستهل مبارياته في كأس أمم إفريقيا بمواجهة موزمبيق يوم الأحد المقبل، ثم يخوض أقوى مبارياته في المجموعة أمام منتخب غانا يوم 18 من يناير الجاري، ويختتم الدور الأول بمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر الجاري. مشاهدينا، وإلى ختام نشرة السادسة، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. شكري يؤكد لنظيرته الألمانية الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من قطاع غزة. رئيس الإكوادور يعلن أن بلاده في حالة نزاع داخلي مسلح ويوجه بتحييد مجموعات ضالعة بتجارة المخدرات. عاصفة شتوية قوية تضرب الولايات المتحدة وتحذيرات من أعاصير في بعض المناطق. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهرة على الشاشة. كنا مع حضراتكم في هذه الجولة الإخبارية، سارة عبد الله وأنا ناشطة. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.